السلام عليكم. اليوم شهيواتنا ديال الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم كوتليت مشوي اللي درت فيه ليفزار ودرت فيه الملحه وشويه ديال الزيت اللي هاني دابا حطيتو على هاد الشوايه اللي غادي نرافقو مع البصله ومطيشه. من بعد غادي نلصق بكم. صافي ها هو دهنا كملتو ساله وقلبتو واحتطب. دابا غادي ندير البصله ومطيشه حتى هي تشوى. غادي ندير هاد مطيشه والبصله اللي غادي نرافقهم معاه اللي غادي نرش عليها الابزار والملحه صافي. واللي بغى يدير معها الثومه غبره يديرها على حسب ورش عليها شي شويه المعدنوس. دابا غادي نهز هادشي وغادي نلصق بكم. صافي هكا كنزلو البصله ومطيشه على ما حتى هما يتشواو ونلصق بكم. صافي هذا هو الشكل النهائي باش كنقدموا غديوه ولا عشيوه ولا فوق ما بغيتو. ونتمنى تعجبكم وتجربوها حتى نتوما وبالصحه والراحه ليا وليكم. وما تنساوش تشاركوني على القناه ديالي شهيواتنا ديال الفاسية. انتما كتشوفوا الكتلة مشوي مزيان وبالصحه والراحه.